كابتن عماد، عايز اكلمك على من اول المركز الثالث والرابع والخامس والسادس والمراكز الاخرى كل من ال 16 وال 17 وال 18. هل الجدول عادل حتى الان في الترتيب ولا ممكن الامور تتغير؟ خلينا في الثلاثه اللي تحت، بلاش من الثالث والرابع والخامس، كل من اسوان والانتاج ووادي دجله، هل الترتيب في هذا الجدول حتى الان 31 مباراه هو ترتيب عادل شايفه في ظل النتائج اللي المباريات كلها في ال 31 اسبوع؟ انا شايف الجدول عادل بصراحه، يعني بالنسبه للثلاثي اسوان والانتاج الحربي وادي دجله الجدول عادل بالنسبه لهم. يمكن في بعض اللقاءات كانوا ممكن يستحقوا فيها ان هم حققوا نتيجه ايجابيه، لكن في الاخر الاجمالي بتاع المنافسه او البطوله الجدول عادل. الانتاج بيأدي المباراه الاخيره وبيفوز فيها، البنك الاهلي بيأدي وبيفوز 5-3 على المقاصه. الفرق مشكلتنا عندنا كابتن انها بتفتكر متاخر، بتحاول تلحق نفسها متاخر، يعني الرغبه والاصرار والاداء وان انا ما اخسرش نقاط اللي بتظهر في اخر الدوري، ليه ما بتبداش؟ ليه ما بداش كده؟ ليه ما بعتبرش ان اخر اربع لقاءات بالنسبه لي، ليه ما بعتبرش الدوري كله هو اخر اربع لقاءات؟ ما انا احاول تجمع في الدور الاول. طبعا هي حصاله، هي البطولات المجمعه، انت بتجمع نقاط، كل نقطه بتفقدها بتيجي عليك في الاخر. يعني احنا شوف حضرتك بتتكلم دلوقتي على المراكز لحد مثلا المركز الانبي لحد المركز السابع. مثلا الفرق دي كلها المراكز متغيره، يعني النادي الاهلي كان ممكن يبقى فارق بخمس ست نقاط عن نادي الزمالك، دلوقتي نادي الزمالك هو الاول، دلوقتي المصري كان ممكن سموحه او الاتحاد او بيراميدز يبقوا هم اللي فارقين. المراكز كلها اتغيرت لان الفرق فرطت في نقاط وفي مباريات كانت بالنسبه لها في المتناول. صحيح. فهنا هنا 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 المشكله. يعني احنا مثلا لما بنتفرج على ماتش بيراميدز والمصري، لو شفت نسبه الاستحواذ في المباراه دي كبيره جدا لبيراميدز، والنتيجه 1-0 للمصري. عكس سير اللقاء وعكس مجريات المباراه وعكس الاداء وعكس الفرص وعكس كل حاجه. صحيح. لكن المصري هو اللي فاز. فالنتائج اللي حصلت في الدوري في بعضها مش زي الاداء اللي احنا بنشوفه، والمراكز اللي احنا شايفينها دي كلها، يعني ممكن الثالث والرابع يتغيروا في اخر مباراتين. اخر مباراه تلاقي ناس تانية الثالث والرابع، وزي ما كنا بنتكلم في قصه الافضليه والاحقيه لمين اللي يكون موجود في الكونفدراليه ومين اتظلم ومين ما اتظلمش. اتمنى ان هي تنتهي ببيراميدز والمصري ثالث ورابع، اتمنى علشان ما يبقى مش انتماء لحد ولا حاجه، انا بس علشان مشاكل نمنع المشاكل، ان خلاص ما حدش يقول ده احنا كنا الاحق. هي فيها ظلم، فيها ظلم. انا مقتنع 100% انها فيها ظلم، لان كل الفرق كان عندها ممكن يكون الترتيب ده جالي وانا في اسوء حالاتي. حتى فيها ظلم الاتحاد اللي لعب مباراه واحده مع طبعًا في اربع خمس مباريات لعبت على مباراه واحده. ما انا بقول لك فيها ظلم، ظلم كبير جدا، لان ممكن تجي لي وانا في اليوم ده مش يومي، أسوأ مباراة ألعبها، ممكن الفترة اللي فاتت كنت في أحسن لقاءاتي، ممكن المباراة دي صعبة، المباراة اللي بعدها في المتناول، الخصم اللي بينافسني أو اللي هيكون معايا عنده مباراة أسهل، فهي فيها. صحيح. دي على ملعبي، دي بره ملعبي. صحيح. يعني هي ما فيهاش هي كان لازم يتحدد لها من بدري وحط من بدري دي مليون خط، إن إحنا أنا بقول بعد 20 يوم والدوري وهو شغال هيتحدد المراكز. ما ينفعش تتفاجئ ان بعد 3 4 ايام بعد اسبوع هيبقى اخر لقاء هو اللي هيحدد، لان دي كان فيها صعوبه وفيها ظلم. لكن في الاخر ده الظروف اللي احنا اتحطينا فيها، كله يعني يرتضي بالامر الواقع، وكان منعتنا من منافسه ومن متعه للايام الاخيره الاخر للموسم.